العدد اللي تم اقتراحه 5000 متفرج. وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي دلوقتي هاي يطلع بيان من وزارة الشباب والرياضة دلوقتي عن فحوى الاجتماع. احنا دلوقتي رايحين اتحاد الكرة عشان نجيب عشان نعمل ورقة نبعتها لوزارة الشباب والرياضة بالمقترحات وال 5000 متفرج والعدد المعين اللي هيخش، وان شاء الله باذن الله الجهات الامنيه هي بقى اللي عليها الدور في الاخر، وده هيعمله الدكتور اشرف صبحي في انه هيتبنى المذكره اللي اتبعت من اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره هو المسؤول عن القصه ديت. ده برضو من ضمن البنود اللي خرجنا بيها، وهتروح للدكتور اشرف، الدكتور اشرف يبتدي يتبنى مع الجهات الامنيه دخول الجمهور.